الصابون وعندي لي شكيلات الزبده والمعجون. حاضر سيدتي. نسيت اطبخي لنا في الفطور دجاجه مصليه. حاضر. وني ابني ياشي نومه هنيه. هل أنا صاحبة البيت أم هي؟ سأرقص وأغني وأبرز فني. أنا هنية هنية معينة منزلية معينة منزلية. أعطاني الله صوتا ولسان أسمع وأرى أصغو وأنا. أنا هنية هنية معينة منزلية معينة منزلية. لقد تعبت سوف أرتاح قليلا. يا إلهي لقد حان موعد رجوع سيدتي. ماذا قالت لي سيدتي؟ ماذا قالت لي سيدتي؟ ماذا قالت لي سيدتي؟ قالت لي سيدتي أن أمسح لها الأرضية بالزبدة والمعجون. ماذا قالت لي أيضا؟ وماذا قالت لي أيضا؟ يا لهذه الذاكرة اللعينة. قالت لي أن أحضر لها رمشة بالجابين والصابون. ماذا قالت لي أيضا؟ وماذا قالت لي أيضا؟ قالت لي أن أضع الدجاجة في فراشينا وأن أنومها نومة هنية. ماذا قالت لي أيضا؟ وماذا قالت لي أيضا؟ قالت لي أن أضع ابنها في الفرن. أرأيت؟ لقد انتهيت العمل.